النهارده حاول اقلد اعظم اهداف ليونيل ميسي في التاريخ ابتداء بضربه الجزاء المهينه دي قدام ختافي. يلا يا عم ميسي برقم 24 اللي انت لابسه ده اديها لنا في النص زي الحقيقه بالظبط. الله ينور هي دي. فكان رسميا الحاج ليونيل ميسي يدخل معانا للتشكيله. دلوقتي كل ما نتقدم في المستوى هنقدر نطور الفريق ونشتري لعيبه اقوى ندخلهم التشكيله، وده لان في نهايه الفيديو لو ما عرفناش نبني فريق 90 ريتنج بالظبط هنبتدي الماتش بهدف للخصم قصاد كل ريتنج هيقل عن ال 90. اول جول معانا يا جماعه هيكون الجول بتاعه قدام ليفربول في 2019. الفاول ده حرفيا رغم ان انا مشجع لكريستيانو يعني مش تبع برشلونه ولا تبع ميسي، بس الجول ده كل ما بشوفه حرفيا مخي بيبقى عايز ينفجر. يعني بصوا يا جدعان الزاويه، بص الزاويه يا نهار اسوح ايه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى يا جماعه احنا المفروض الموضوع بميسي يبقى سهل شويه، دي على عدلته وهو بتاع فاولات اصلا من احسن الناس في الفاولات في التاريخ، فانا شايف ان هو يحطها من اول مره ويرحمنا يعني. تمام يا ميسي حبيبي. بص يا ميسي حبيبي هم المره دي يعني انا ما اعرفش هو ليه وقع على الحيطه، بس انا تمام انا مبسوط يعني، انا شايف انك تنجز ماشي. هم اتنين في الحيطه خلص بقى ماشي حلوه دي. نبعد طيب نخلي البتاع يعني على اخر واحد في الحيطه ونجرب. طب ايه طيب ما يعني ايه يا مسهل الحال يا رب. 3 بار اهي، 3 بار المفروض جول بقى. ايوه بقى هو ده الكلام. حلوه اديهم اي حاجه. ادي انت ما كنتش لسه عرفتها دي ساعتها، بس اديهم منها مفيش مشكله. بص بص شوف بص شوف اجواء 2019 والفن والفنون، زوايا دي مش اي حد. فكده يا جماعه هنقدر ناخد لاعب على مزاجنا ندخله التشكيله، وانا هختار بيليه بصراحه لان طلع لنا في كام فيديو كده واحنا نسيته بصراحه، فهيدخل بقى نجربه النهارده هو وميسي بقى، هنشوف ميسي بيخدم عليه وهو بيحط جوال والدنيا حلوه. الهدف اللي بعد كده معانا هيكون الجول بتاعه قدام مانشستر يونايتد في 2009 بقى، تمام، وهو لسه صغيرا ولكن عمل احتفاليه ساعتها تقريبا الايكونيك اللي هي بتاعه يعني بص نط عمل واحده كده ارتقاء مش بيعملها كتير دي، يعني المرات اللي ميسي حط فيها هيد ونط كده وكده لا تتعدى على الايد بصراحه. كان جول باين في نهائي ولا نص نهائي كانت، لا كان حاجه تاريخيه يعني. ايوه روح خش انت بقى في القلب ما تبقاش غبي. ايوه ايوه دي فرصه، دي فرصه 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 ميسي انجز. ايوه حلوه بجد بجد، انا عمري ما كنت اتخيل ان انا هقدر اعمل التحدي ده، والله ما بهزر، انا قلت ده لاعب برونز خلقه يعني. بصوا يا جماعه بما اننا عملنا التحدي اللي هو احنا عمري ما تخيلت ان احنا هنعمله ده، فاحنا نامن بقى الحراسه من دلوقتي، سيبنا من الهجوم، الهجوم عادي يعني الهجوم سهل، انما اللي ورا هو اللي مش سهل. هنوقف اليسون بكر اللي هو الغالي عشان بس اي كوره تجيلنا كده الاقيه بيمسك شايف الكوره وهي جايه له. الهدف الذي بعده مع برشلونه برده لبس الواد كوبري وراح حطها لوب في التسعين. يعني احنا انا مش فاهم هو كان ايه ده، ده 2012 هو مكتوب 2012، حسبي الله ونعم الوكيل يعني. بص 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 الجول اللي بعده 2015 بقى، راح كسر ظهر بواتينج وحطها من فوق نوير بيمينه لوب. الكلام ده برايم بايرن ميونخ يعني، ده نوير في عزه بقى. بص نوير نايم على الارض هو بواتينج، بص الاثنين عاملين كده اهو، محدش عارف ايه اللي بيحصل. انا مش عارف كانت الفرقه ساعتها بتعمل ايه ساعتها عشان توقفه، انا مش فاكر له اصابه مش فاكر يعني، ما حدش كان بيخش عليه، لا حد عارف يصيبه ولا حد عارف ياخد منه كورة. فاحنا هنحاول نطبق ده في ارضية الميدان، وانت دوس لايك واحد الله بقى عشان هيطلع عنا ده. دي التشكيلة اللي هنحاول نجرب عليها الجول اللوب يا جماعة. ميسي حلوة، خد استهدى بالله استهدى بالله امسك دي. من الواضح ان الموضوع يعني مش بالسهولة اللي كانت في دماغي. بص بص ميسي فوق، بص المساحات، بص يا ابني المساحات يا استلم. ايوه فخدي حرام عليك، كنت هحطها لوب والحارس مفروش. هنحطها بميسي يا جماعه، بس هي مش محسوبه دي بره التحدي يعني، احنا بس بنحط الجول بميسي كده عشان اشتريته ب 2 مليون بس وتعبان يعني. راح ليو هربي روح يا السلام عليكم. بص فان دايك وكارلوس راحوا، يا ساتر يا الله ليه الاذى. طيب كوره عند ليو 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 ليو. هو ايه راح حضن الحارس ليه كده؟ ليو 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 ليو. هو انا بنسى اشيل ايدي من على الار2 ليه؟ للاسف يا جماعه تنتهي المباراه ولم نستطع ان احنا نكمل التحدي، فكده للاسف يا جماعه هناخد لاعب برونز الاخ تايلور 61 ريتنج وهيدخل على طول للتشكيله في الجناح الشمال. الهدف الذي بعده قدام ملقا في 2006 باين حطها بيمينه بس حلو قوي، عمل حته كده خارقه للفيزياء. هي طلعت في 2009 اصلا. بص 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 عمل ايه، بص عمل واحده يعني بص 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 بالسلو موشن
عليه تانية ركب مش ممكن حاجة يعني. تحسوا يا جماعة دايس اللي هي R2 مع R1 وهو كل اللي علينا نعمله ان احنا قصاد التشكيلة الايكونز الجميلة دي هنجيب جول واحنا اللي هو فاهم بنجري بالدريبل الجديد ده. ميسي اهو يلا ميسي حتة 2009 ليو 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 الله. بص ايوه بص 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 الواد هيطلع زي 5 4 3 2 1 هوبا. اتفرج عايزين مشاه اهو بس مجبتش حاجة من عندي. انت تدوس لايك انا خلصت كلام. فكده يا جماعة احنا عملنا التحدي من اول محاولة حرفيا في الماتش. فانا عن نفسي هاخد دي بروين بقى في خط النص اظن ده يعني سيد من يخدم على الاتنين اللي قدام. الجول اللي بعده يا جماعة في 2016 قدام امريكا كان في الدقيقة 31 الارجنتين كسبان 1-0. يا نهار اسوح ايه الزاوية دي. بص بص بيبتسم مش فارقة معاه يعني اللي هو ايه يعني يا جماعة. ايوه بص 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 شوف يا نهار اسوح الحارس واقف وبرضه دخلت مش تفهمش فيه ايه. فهيا بينا بقى نجرب. ما اعتقدش ان هي هتيجي كده يعني بس هنجرب الثلاثه بار ونحطها في زاويه بالطريقه العاديه. ايه انا بجد اول تجربه اللي هو بشوف هنروح لفين يعني حطها وانا اللي مخطط اشوف الناكل بول هتروح ازاي والاوتسايد هتروح ازاي وبتاع. هو مش فارق معاه شاطها ودخلت والحارس واقف برضه في نفس الزاويه. ايه هي يعني. بص 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 بص, بص, بص. الحارس واقف الحارس واقف ازاي حيث كده بقى يبقى ناخد ايه قلب دفاع تمام زميل كريستيانو السابق. يعني احنا كنا عايز اجربه وما جربتوش بصراحه وغالي غالي. بص سعره عامل ازاي يا نهار اسوح مدافع ب 12 مليون ناخد حد في طاقم الدفاع واعتقد ده يعني تقريبا هيبقى افضل مدافع في لعبنا بيه السنه دي. طب اخوانا هو الفيديو ده بيقول لك يعني اعظم اهداف ميسي شويه من اعظم اهداف ميسي. بص المعظم اصلا بتاعه بياخد الكوره ويمشي وسط خمس مدافعين يعني ده قصاد البرازيل. البرازيل في عزها 2000 وكم 12 2000 راح حط في التسعين عادي. بص مارسيلو بيجري وراه قدامه فرناندينيو وحاجات من السيتي والريال ومش فارق معاه راح شاط والدنيا بيس وسايبين له مساحات قال يعني عادي طفل بيجري بالكوره واد صغير جديد وبتاع حطها في التسعين. بص مثلا الجول اللي بعده في 2017 قدام سيلتا فيجو خد الكوره برده في نص الملعب خلع من شويه مدافعين حطها من بره ال 18 على الارض تحسها بيبصيها للحارس والحارس برده مش عارف يصدها يعني هو ما شاطش هو باصه يعني دي هو ممكن يعمل الباور ده لما يكون عايز يباصي مثلا لسواريز قدامه. بص بص باور عادي جدا مش عارف برضه يصدها كرة بتلف والدنيا بتلف اصلا بالمدافعين وحاجه صعبه قوي ساعات. اللي بعده بص خد الكرة من وسط 60 بني ادم 2010 قدام فالنسيا وراح حط عادي جدا. بص بص واحد خبطه معاش راضي التاني عدى كسر ركبه والتالت يلا سلام عليكم كله كوم وده كوم تاني بقى. بص 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 ختافي 2014 ماشي عدى من الاولاني عدى من التاني التالت الرابع بكباري. بص بالحارس عدى بالحارس يعني والله بيلعب فيفا. انا فعلا مش بهزر انا بعمل كده في فيفا. بص بص عدهم عدهم يا مخرج ايه يا جدعان ده محدش عارف ياخد منه حاجه والله والواد اتزحلق ايه ده بقى اللي احنا مش هنعرف نعمل فيه حاجه. بص 2000 وكم 2019 الجول ده انا فاكره يا جماعه معلش انا اتفرج عليه تاني. دي لوب دي لوب من على خط ال 18 كده. اشرح لي بقى انت عايزين مشاهد في الكومنتس عملها ازاي. لا معلش تشرح لي. بص بص الزاويه اهي الزاويه اهي من جوه خبطت في العارضه ودخل. جماهير سيلتا فيجو ذات نفسهم بيسقفوا اهو الحارس بيقول لك انت يعني مش مفيش حد مش فاهمين ايه اللي بيحصل. الجول اللي بعده يا جماعه خد الكوره من نص الملعب 2017 قدام ايبار تمام عدى من اول 2 3 4 5 وحطها في الحارس دي 92 عادي عادي عادي. هو خلص اللي عمل اللي هو وكده اهو ماشي بيباصي الاحتفال لجدته وتمام ما عندوش مشكله اهو اهو الناس نايمه في الارض واللي بيجري واللي مش لاحق ياخد نفسه والحارس حاطط وشه في النجيله بيشمشم ما تفهمش في ايه. بص بص اهو فالمفترض ان دي التشكيله اللي احنا هنحاول نجيب فيها جول بعد ما نلم اربعه خمس لعيبه كده لليو. يا ساتر يا رب. لا الفرشه باتنين يا جماعه الفرشه باتنين انا متاسف المره ما ظبطتش بس هنحسبها باتنين. مغسي 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 يعدي مغسي مكمل مغسي مغسي شغال يضرب ومحدش محوق فيه مغسي هو اوهو مغسي يا ساتر يا رب فنان مغسي 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 حط بقى حط
للاسف يا جماعه لم نتمكن من ان احنا نجيب الجول ابو خمسة رغم انه كان يعني حرام. فهنضطر يا جماعه ناخد الاخ جاكان جونز ده معانا في التشكيله، يبقى خط النص وايه تاني لاعب برونز معانا. حاليا باقي اربع مراكز نحاول بقى ان احنا نملاه. بصوا يا جماعه، هو انا حاولت افلت من الاهداف اللي هي الم 5-6، بس من الواضح ان هو برده مش محوق معاه. كل جواله الجامدة بجد يعني طريقة لو مش هي نفسها يبقى متشابهة جدا. بص، لم الاول كسر ركب ده ودى الاتنين مع بعض، راح بصاها للحارس، ما شطش، مش هنقول شاط، هنقول بصاها للحارس، ده المسمى الصحيح. بص دي اتخانق مع الواد وقعه، نايم ده في الارض و بص 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 هيعمل ايه اهو، يمين في شمال، ركب 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 كتير في ارضيه الميدان كده. الكلام ده 2010، كان عندي 5 سنين ساعتها، يعني لسه ساعتها بتعلم تفاحه ابل والاورنج برتقال، وده بص بينيم العيال في الارض. ريال مدريد، يا نهار اسوح الجول ده 2011. بص ده دفاع ريال بقى، يعني ده مش هينفع تقول اه فرقه في الدوري الاسباني يعني تعبانه، لا ده دفاع الريال خلاص. تقريبا كانافارو كان عايش ساعتها، تقريبا كانافارو واقف هنا، لا كانافارو مش واقف تقريبا يعني، اه لا ما لحقوش، ده ما لحقوش مش كانافارو، بس برضو دفاع الريال يعني، برضو اعرف انت هو بينيم مين في الارض. بوسكيتس لمسها يعني، هو ما لمسهاش، هو سابها، بوسكيتس قال له اتفضل سابها، ده خلع كده ويلا. 2015 خد الكوره من على الجنب، خلع من شويه عيال كده مش هنعدهم، يعني بجد بجد الاجوال اللي مش لامن فيها 5-6 يتعدوا على الايد. بص 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 العيال، بص العيال، طب الدفاع متوتر تمام، يعني انت تخيل انت مدافع، تخيل انت الواد ده، ثانيه ثانيه، لا 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 ثواني ثواني يا جماعه معلش نرجع ثانيه واحده. تخيل انت الواد ده، شايفين ده، لما شغل الفيديو ده تركز عليه وحاول تتخيل نفسك مكانه. انت شايف واحد لامم 3 اصحابك معاك في الفريق، انت عارف ان هم بيعرفوا يدافعوا، فهو عدى منهم بصوره غريبه وجاي عليك، هو داخل عليك يعمل فيك اللي عملوا فيهم، يعني اتفرج اهو صحابك اهو ايه مفتوقين في ارض الميدان، بص انت مش عارف تعمل ايه بقى. انا عن نفسي ممكن اوعى، يعني ممكن اقول له خلاص جول اهو اخلص بقى عشان عايزين نسنتر، الله يكرم، عايز العب كوره يعني، جاي اقبض فلوس وعايز احللها وكده، فاهمني، مش هقعد طول اليوم بدافع قدامك يعني، مش هنخلص كده. الجول المعروف انكر ميسي، 2 على الطرف. طبعا انا ما اعرفش ده دوري ايه، غالبا لا دوري ايه، ما هو بيلعب ببرشلونه اهو، ده دوري اسباني بس معرفش ايه الفرقه دي. اه ختافي 2007، كان عندي 2 سنين ساعتها، كان لسه معرفش يعني، كنت بقول ماما وبابا ولا لا، لسه مش متذكر ساعتها، انتوا عارفين الذاكره عندي مش قوي. فانا بيحاولوا ينطقوني ماما وبابا، هو اهو بص بيجري بقى بيرمح بشعره ده ماشي، كسر شويه ناس كده، ايتو مستني الباصه جنبه قال له لا معلش انا بقلد مارادونا، مارادونا اللي هو الكبير بتاعنا ده، انا احط عليه اصلي وبقى 8 بالون دور وكده، فكل سنه وانت طيب. فنظرا ان احنا يعني حاولنا في موضوع دريبل ده وظبط معانا مره و10 لا، فاحنا هنخش على ضربات الجزاء بقى. دول شويه احسن ضربات جزاء لميسي، اول واحده ركنها للواد عادي جدا على اليمين، هنجرب دلوقتي، موضوع سهل المفروض بسيط، الحارس اترمى في نفس المكان وما عرفش يصدها برضه، رغم ان هو مش رزيع يعني، هو ما عملش كده لا، هو شبه بساطه برضه. يلا يا ميسي حبيبي، 84 ضربات جزاء هوبا، الله ينور، احنا برضو الحارس اترمى ماشي وهي دخلت بالعافيه يعني. بس طبعا دي انا رزعها يعني في اللعبه، انا عامل البار شبه ماكس تقريبا، انما هو في الحقيقه بيبصيها وبتخش عادي. فبما ان الفيديو خلص يا جماعه مننا وما عرفناش نكمل يعني التشكيله كلها، فهنخلي الجول قصاده لاعبين عندنا في التشكيله عشان باقي 4 مراكز بس. فممكن احنا ناخد الحاج مبابي ماشي، كان زميل سابق للاخ ميسي، وناخد معاه الفنان ايه لحمه، عشان ما جربناهوش تقريبا او يعني مش متذكر قوي بصراحه جربناه ولا لا، فهنوقفه ليفت باك عادي. انا بقول لكم على حاجه حلوه قوي عايزين مشاهد، احنا دلوقتي يا جماعه الفيديوهات خلصت مننا، عمرك عايزين مشاهد شفت ميسي بيحط ناكل بول حلوه ولا انا؟ يبقى نجرب ونشوف الناكل بول من ميسي بتتحط ازاي، اول مره نشوف. ايه ده الموضوع سهل كده؟ لا يبقى نجرب تاني، معلش انا محتاج اشوف حاجه كده اللي هو الكوره بتعمل كده اهو. نجرب، طب نحطها ارضيه؟ انا عمري يعني مش فاكر اني شفت ميسي بيحط جوال فاولات ارضيه، نجرب نجرب، دي هتبقى اول مره اشوفها في فيفا. انا اسف يا جماعه، انا اسف. بص يا حارس، صد انت دي بمعرفتك بقى، يعني دي انت ونصيبك. ميسي الناقل بتاعته ما مش يعني مش كده فاهم، يعني هي بتعمل كده بالراحه شويه، لكن مش زي مثلا كريستيانو يعني فاهم، تلاقيها عملت كده في الفيديو اللي هو ده اخر محاوله بالليو تقريبا، الباور عالي تقريبا، الله نور جت، دي عملت كده شويه شويه يعني اكتر شويه من الاثنين الاولانيين. شوف شوف 94 فاولات، 22 متر المسافه، اه هي اتكسرت يا ايوه، خلينا المخرج بيفهم والله، جايب لنا زاويه حلوه اهي،
حلوه دي ماشي. فهنملى اخر مركزين بالمالديني ال 92 والرايت باك بتاعنا هيكون الاخ كيميتش عشان نجربه، والحمد لله وصلنا فوق ال 90 ريت، 91 ريت كمان. المفروض الخصم هو اللي يدينا هدف عكسي، المفروض انا اللي ابتدي 1-0. لا بس في عقبه في النص، الاخ جاكان جونز والحاج تايلور سويفت ده برضو يعني مشكله، هو رايت وينج اصلا، بس ده لن يمنعنا ان احنا نحطه على الخصم. هيا بينا عزيزي المشاهد، لو خسرنا هنعمل كويك سيل لعب عشوائي. التشكيله المطالب مننا الفوز عليها، عنده رينارد ال 95 ورا. لا 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 لا، ايدك 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 بقى، رجلك كده من على الكره عشان ما اضايقكش حاجه. 1-2 يا ولد يا بيلي على فتح المساحه. رو 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 بيلي يا ولد حلوه. الاول يا جماعه عن طريق المتوفي، نو اوفنس طبعا يعني. ميسي الهوي، في واحد الاخ اللي فوق ده ركبه راحت، يعني مش ممكن يعني. ولا بيلي بيلي ماشي يعني، بيلي مبابي الاثنين برضو بينتهوا بالاي والاثنين شويطه. لا نور للبس البينك حلو يعني، يستاهل لايك ولا مش قد كده؟ لا يستاهل ان شاء الله، عشان دفعنا فيه دم وقلبنا، ذكرنا ده من قبل يعني. ايدك بقى رجلك من على الكوره كده اديني يا حبيبي، معلش عشان بيلي هناك اصلي اسطوره بلدك، فمش من الذوق ان انت تستعفى عليه يعني وهو في الاخير من عمره كده. لا 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 ولد ولد، هدي اللعبه كده ولد. لا 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 لا، ده اليسون بكر الغالي ده. لا تكون مفكر يعني اي حاجه، نص مليون ده. دي بروينا هي، سلام عليكم. بليه بليه اتعافى على يعني، انا عارف ان هي صحه وبتستقوي عليك يعني وكده عشان هي في الشباب عمرها، بس يا اخي والله ما يصير يعني، فاهم يعني؟ برضو البرازيل برازيل، تلاقيكوا هناك اصلا بتتغذوا على يعني عظم الفيران وحاجات كده، فالمفروض ان في صحه يعني، ولا انت رايك ايه؟ هو عنده تريكستر؟ عنده تريك. طب خش يا كابتن. سلام عليكم بقى حبيبي، امسك. حلوه بليه حلوه. فنان تايلور سويفت حلوه لمبابي. انا ما اعرفش رايح فين. جاكن جونز تاني؟ لا ده تايلور، ده تايلور يا سويفت. مش فاهم الواد تايلور سويفت ده مركز على الغنى وسايب الماتش. يا ابني هتعمل ايه بصوتك يا ابني؟ الحياه فانيه، اعمل حاجه لتاريخك كده، ارفع لك كاس، كسبنا ماتش في الفوت، اي حاجه تذكر كده. ايوه اهو اخوك جاكن جونز اهو بيعمل بساط لبيليه وهيعمل اسيست اهو دلوقتي. بص شفت انا هزاي؟ شفت ايدك ايدك من على ايدك 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 ايدك. لا 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 لا، ما تقلش ادب، انا بحذرك وانا سايبك تمرح في ال 18 عندي بس. ورق ان ابطال يحاربون الشر ليل نهار، يحاربون الشر ليل نهار، يحاربون الشر ليل نهار، مهما كانت التحديات، يحاربون الشر ليل نهار، مهما كانت التحديات، يحاربون الشر ليل نهار، مهما كانت التحديات، يحاربون الشر ليل نهار برضو. فانت مفكر ايه بقى، احنا ابطال قوي. السلام عليكم. شفت بقى تايلور سويفت؟ تايلور سويفت بقت تكسر ركب دلوقتي يعني. تايلور سويفت مضت معانا ماشي، لم تكتفي بالملايين التي صنعتها، بل مضت معنا ايضا وكسرت بعض الاركب في الفوت شامب. حتى بص في ليه، بص بص المتوفي يا ابن اللعيبه. لا لا يعني تنين بصراحه، تنين مجنح برازيلي. و5 4 3 2 1 ايه هوبا بالظبط كده، في حته ما في الشاشه هتلاقي فيديو دوس عليه وبس كده. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.